أيها المؤمنون عباد الله، لا عذر لأحد في الإعراض عن كتاب الله جل وعلا ولا في هجره، مهما كانت المشاغل، مهما ازدحمت الأعمال، مهما تعدلت الوظائف، يبقى واجب عليك أن تقرأ كتاب الله وأن تتدبره وأن تحتكم إليه وأن تأخذ بشرائعه، لا مفر لك من ذلك. إن أنت أخذت بهذا الأمر فعدت بإذن الله جل وعلا وفزت، وإن أنت أعرضت فانتظر، انتظر، لا محالة. ما أخبر الله عنه فقال: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، سيحمل وزرا، ولا بد هذا الوزر هو وزر الهجر لكتاب الله، وزر الإعراض عن القرآن الكريم وعن تدبره وتلاوته والأخذ بأحكامه وشرائعه. يأتي يوم القيامة على ظهره حمل لا يستطيعه. ما هو هذا الحمل؟ لقد كان هاجرا لكتاب الله، معرضا عن كلام الله جل وعلا. هل لديه وقت؟ نعم، كانت لديه أوقات. هل لديه صحة في البدن؟ نعم، كانت لديه صحة وعافية. هل كان له عقل وفكر؟ له عقل وفكر، ولكن ذلك كله كان في شهوات، في ملذات، في استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، عياذا بالله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، قال الله في كتابه الكريم وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والله لئن عرضنا أنفسنا على هذه الآية الكريمة لنجد أن كل واحد منا له منها حظ وله منها نصيب من الهجر لكتاب الله جل وعلا والإعراض عنه. كم من ساعات أخي الكريم نقضيها في مجالس قيل وقال، كم من ساعات نقضيها نحدق بأبصارنا في شاشات هاتف حتى تدمع الأعين من التعب ومن الونا، وكم من أوقات نضيعها هنا وهناك ليس منها حظ لآية من كتاب الله، ليس منها حظ لسورة من كتاب الله جل وعلا. أي قوم نحن؟ أي أمة القرآن نحن؟ حفظه الله لنا، صانه الله لنا، حماه الله لنا، فماذا كان الحال منا؟ وكان الوضع من الكثير منا نحو كتاب الله جل وعلا. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، فاقرؤوا ما تيسر منه، وإن كنت مريضا اقرأ ما تيسر منه، وإن كنت مشغولا برزقك وبأعمالك وأشغالك اقرأ ما تيسر منه، وإن كنت تضرب في الأرض مجاهدا في سبيل الله لا بد أن تقرأ ما تيسر من القرآن، بذلك تحيا النفس وبذلك